بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوقف والوصايا. والوقف يعتبر من أجل الأعمال وأكثرها أجراً وأعظمها مثوبة، لأنه يبقى بعد موت الإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا في الوقف أو الوصية، أن يوصي للفقراء، أن يوصي للأيتام، أن يوصي لطلبة العلم، أن يوصي للمعوزين، أن يوصي لأبناء السبيل وما شابه ذلك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والوقف من الصدقة الجارية. عندنا الآن مؤسسات تعليمية لها أكثر من 1000 سنة كتب الله لها الديمومة والاستمرار والسير في طريق الخير، لأن عندها أوقاف تقوم بحاجاتها وتقوم بمصاريفها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عن جابر وأبيه: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جيدة، أي كانت له مقدرة، إلا ترك وقفا. وعمر رضي الله عنه يقول: أصبت أرضا بخيبر، وهي من أنفس ما تحصل عليه عمر رضي الله عنه، واستشار رسول الله كيف يعمل بها، فأشار عليه الصلاة والسلام أن يحبس أصلها وأن يسبل منفعتها، وهذا هو الوقف. وقلنا أيها الأحبة بأن الوقف عقد جائز، والوصية عقد بأن الوقف عقد لازم، والوصية عقد جائز. ومعنى لازم، إذا قلت هذا الكتاب وقف ليس لي أن أبيعه ولا يورث ولا يهدى، وإنما وقف في مسجد كذا، في مدرسة كذا، على طلاب العلم في مكان كذا، فهو عقد لازم. أما الوصية فأنا قد أوصي للفقراء ثم أعدل وأقول لا للأيتام، ثم أقول لطلبة العلم، ثم أقول للمعوزين إلى آخره. فالوقف عقد لازم، والوصية عقد جائز، والوصية لا تثبت إلا بعد الموت. يعني ما دام الإنسان حي يمكن أن يوصي لزيد، ثم يقول لا لعمر، ثم يقول لا لبكر، ثم يقول لا لفلان، وإذا مات انتهى الأمر، فهي لا تثبت إلا بالموت. قلنا أيها الأحباب بأنه يحق للإنسان أن يوقف ما شاء، لو وقف جميع ماله فلا أحد يعترضه، لكن الوصية التي تكون بعد الموت، لأنه لو وقف كل ما يملك هو ليس له أن يبيع، وليس له أن يهدي، وليس له أن يجعله لورثته، إذا وقف على حسب عبارته. وأما الوصية فقلنا عقد جائز،
يمكن أن أوصي اليوم بهذه الدار وغدا أوصي بدار أخرى، يمكن أن أوصي لمحمد وبعد أسبوع أوصي لعلي، وهكذا، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. لكن الوصية لها ضوابط، من ضوابطها أنه إذا كانت زائدة على الثلث فلا بد أن نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث. الشيء الأول نقول لا وصية، الشيء الأول أن نقول لا يوصي الإنسان بزيادة على الثلث، وإذا فعل فلا بد أن نستأذن الورثة في الزيادة على الثلث لا في جميعها. الأمر الثاني نقول لا وصية، لا وصية لوارث، لأن الوارث سيكون له نصيب من التركة، وهي لا تثبت إلا بعد الموت، وإذا مات الإنسان انتقل المال منه إلى ورثته. فنقول لا وصية لوارث ولا بما يزيد على الثلث إلا بعد استئذان الورثة في الزيادة، وبالنسبة للوارث بعد استئذان الورثة أيضا، فإذا أجازوها قلنا على الرحب والسعة. إذا كان عند الإنسان مثلا أحد أبنائه معوق ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وأراد أن يوصي له بدار أو بمنفعة من المنافع، فنسأل الورثة هل قدمه والده لأنه محتاج، لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ إذا قالوا نعم نقول ماذا تقولون، إذا قالوا هو يعني رأي صائب وعمل رشيد نقول توكلنا على الله ونفذنا. وأما إذا أراد أن يفضله عليهم تفضيلا لا لسبب من الأسباب فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بشير بن سعد لا تشهدني على جور، حينما أراد أن يشهد الرسول وقد منح ابنه النعمان، لا تشهدني على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. فالخلاصة أن نقول الوقف لا نحتاج إلى الاستئذان من أحد، وهو عقد لازم، وبمجرد أن يقول الإنسان وقفت كذا فهو يثبت. وأما الوصية فلا تثبت إلا بعد الموت، فإذا كتب الإنسان أو قررها أو أشهد عليها في حياته فمن حقه في أي يوم أن يزيد أن ينقص أن يعدل أن يبدل. الوصية بما زاد على الثلث تحتاج إلى استئذان بالزائد من الورثة، فإن أجازوا فنعم وإلا فلا. والوصية إذا كانت لوارث، فإذا كان الوارث من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحتاج والورثة يعلمون ذلك ووافقوا فلا مانع، وإلا فنصيبه من التركة يكفي. بقي علينا أيها الأحباب شيء قليل من أحكام الوصية نقرأه الآن في كتابنا، وهو كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: فصل. إذا أوصى لرجل بمنفعة جارية وأوصى لآخر برقبتها، هذا متى أيها الأحباب؟ هذا وقت المؤلف رحمه الله، قبل حوالي 800 سنة. الآن ما عندنا جارية، لا نوصي بمنفعتها ولا برقبتها، لكن وقت المؤلف فيه جواري وفيه أرقة، والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وقلنا إن الإنسان إذا أعتق رقيقا واتخذ هذا الرقيق مالا بعد حريته فمات وليس له ورثة، فإن هذا المال يكون لمن أعتقه، يرثه بالولاء، لأن الولاء سبب من أسباب الإرث،
أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء هذا الولاء ونسب قرابة. والولاء عصوبة قلنا سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما الآن يقول إذا أوصى يعني عنده جارية مملوكة وقال فلان له المنفعة، بمعنى أن تخدم عنده ولا تكون طباخة ولا تكون مربية ولا كذا، وفلان له رقبتها يعني ملكها وأوصى بهذا، فهل يتم؟ نقول نعم، أوصى لفلان بالمنفعة وأوصى لفلان بالرقبة، فهي الاثنين. لكن هذا ما الأول ما يقدر يجامعها والثاني ما يقدر يجامعها كلهم، لأن ملكهم غير تام كلهم. يا شيخ تركي ملكهم غير تام، هذا له المنفعة، يمكن تنظف البيت نعم، يمكن تطبخ نعم، يمكن تربي الأولاد نعم، وهذا له رقبتها يعني يقدر فيما بعد يعتقها وإلى آخره. أما الجماع فلا، ولا يكون الجماع إلا إذا كان لجارية خالصة للإنسان، لأن الله عز وجل يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا ليس ملك، هذا لا يملك ملكا تام وهذا لا يملك ملكا تام، هذا يملك المنفعة فقط، طبخ وتنظيف وتربية أولاد وكذا، وهذا يملك الرقبة ولا ما يقدر يستفيد منها في شيء آخر، وإنما إذا ترتب عليه كفارة ولا شيء يقدر يعتقها بس. وإذا أوصى لرجل بمنفعة جارية ولآخر برقبتها صح، ولصاحب المنفعة منافعها وأكسابها وله يعني هذا الكلام هذا أكثر من 800 سنة الآن وقت المؤلف يقول المتوفى رحمه الله عام 620 والآن 1437. نعم، وله إجارتها لأنه عقد على إجارتها يعني أجرها تشتغل عند زيد عند عمر عند كذا. نعم، لأنه عقد على منفعتها، عقدون على منفعتها والمنفعة لزيد. نقول قال لزيد المنفعة لزيد، زيد إن أراد أن يأخذها عنده في البيت لخدمة لتربية لطبخ لكذا، وإن أراد أنه يأجرها على واحد في الشهر كذا وهو الذي يستفيد، والثاني له رقبتها هو المالك، لأن زيد اللي له المنفعة ما يقدر يعتق ولا يقدر يطأها أيضا، والثاني ما يقدر يطأها لأنها مملوكة لغيره وهكذا. نعم، وهذا هذا الصورة نقول غير موجودة في وقتنا. نعم، ولا يملك واحد منهما وطأها، لأن الوطأ إنما يكون لأن الوطأ لا يكون إلا بملك تام، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقد يطأها فتحمل فتكون أم ولد، وأم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، لكن هذه ملك رقبتها لفلان ومنفعتها لفلان، فكل منهم ملكه غير تام من عليها، فلا أحد منهم يطأها. نعم، لأن الوطأ إنما يكون في ملك تام وليس لواحد منهما ملك تام، وليس لواحد منهما يعني من يملك المنفعة ليس له ملك تام، ومن يملك الرقبة ليس له ملك تام، فكل منهما ليس له أن يواقعها. نعم، ولا يملك أحدهما تزويجها لذلك، كل واحد ما نقول أنت الولي، لأن صاحب المنفعة ما يقدر يزوجها لأنها رقبتها لغيره، وصاحب الرقبة ما يقدر يزوجها لأن منفعتها لغيره، فكل واحد ما يقدر يزوجها، وإنما لو حصل مثل هذا نقول من يزوجها يا
شيخ حسن لو حصل مثل هذا من اللي يزوجها؟ نعم إن اتفقوا لا غير هذه مو متفقين كل واحد يقول أنا يكون الحاكم الشرعي هو الولي الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي له نعم. فإن اتفق عليه جاز لأن الحق لا يخرج عنهما والولي مالك الرقبة لأنه مالكه يقول إن اتفقوا مثل ما قال الشيخ حسن إن اتفقوا يعني يجتمعون الاثنين وكلهم يتفقون على التزويج فإذا تراضوا لأننا لا نوافق الأول حفاظا على حق الثاني ولا نوافق الثاني حفاظا على حق الأول لكن إذا اتفقوا فلا غبار على ذلك ولا إشكال فإن اتفق عليه جاز لأن الحق لا يخرج عنهما والولي مالك الرقبة لأنه مالكها والمهر له لأنه بدل منفعة البضع التي لا يصح بذلها ولا الوصية بها وإنما هي تابعة للرقبة فتكون لمالكها وقال أصحابنا هو لمالك منفعة يعني وقلنا إن هذا الكتاب يذكر روايتين وطالب العلم يقارن بين هذه وهذه ويعمل بما فيه براءة الذمة نعم لأنه بدل منفعة من منافعها فإن أتت بولد فحكمه حكمها إن أتت بولد فيكون الولد حكم الأم نعم لأنه جزء من أجزائها لأنه جزء من أجزائها فيثبت فيه حكمها كولد المكاتبة وأم الولد وأم الولد هي قلنا الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان نعم وإن زنت فالحكم في المهر والولد على ما ذكرنا وإن وطئت بشبهة فالمهر وإن وطئت بشبهة فالمهر نعرف أن الزنا يجب فيه الحد ويثبت بثلاثة أمور يثبت بتغييب الحشفة وانتفاء الشبهة والثبوت يكون بأحد أمرين إما بالإقرار أو الشهادة نقول حد الزنا عندنا مثلا المحصن وعندنا غير المحصن المحصن حده الرجم بالحجارة حتى الموت وغير المحصن جلد مئة وتغريب عام جلد مئة وتغريب عام قد يقول بعض الناس إنه مثلا ما نجد في القرآن شيء للرجم بالحجارة حتى الموت نقول هناك آية كانت موجودة وتتلى في كتاب الله عز وجل إلا أنها نسخ تلاوتها وبقي حكمها وهذه الآية أيها الأحباب نصها كالآتي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه كانت آية تقرأ ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم يعني لا نتعبد بها في المصحف ولا نقرأها في صلاتنا ولكن نطبقها لأن النبي عليه الصلاة والسلام راجم وأبو بكر راجم وعمر رضي الله عنه راجم فالرجم ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الرجم ثابت وأما غير المحصن ففيه في السنة رجل يقى جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا كان عسيفا وش معنى عسيف يعني كان صبي أو في بعض البلاد يقول بشكار يقول بهذا بشكار بعض البلاد الخليج يقول هذا بشكار إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته وإني افتديت عن ابني ثم سألت أهل العلم فقالوا كذا
فيقول عليه الصلاة والسلام إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال وغدوا يا أنيس، عنده أنيس من ضمن الحاضرين، قال وغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها رضي الله عنه، فتبين لأن هي محصنة اللي جاي يشتكي زوجها، وأما الابن فهو ما يدري هل هو محصن أو غير محصن، وهو غير محصن. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حده جلد مئة وتغريب عام. نعم. وإذا ونقول الزنا بما يثبت، يثبت بثلاثة أمور: تغييب الحشفة، يعني لو حصل تقبيل، لو حصل ملامسة، لو حصل فعل غير يعني العلاج فلا، وإنما تغييب الحشفة، وانتفاء الشبهة. يعني هنا يقول لو وطيها عندهم شبهة، فإذا كان الشبهة تدرأ الحد، ادرأوا الحدود بالشوفات. الثالث الثبوت، وبما يثبت في أحد أمرين: إقرار أو شهادة. نعم. وإن وطئت بشبهة فالمهر على ما ذكرنا، والولد حر تجب قيمته يوم وضعه لمالك الرقبة في أحد الوجهين، وفي الآخر يشترى بها عبد يقوم مقامه. وإن قتلت وجبت قيمتها، يشترى بها ما يقوم مقامها، وإن قتل ولدها الرقيق فكذلك، لأن الواجب قائم مقام الأصل، فكان حكمه حكم الأصل. حكم الأصل. نعم. وإن احتاجت إلى نفقة، وإن احتاجت إلى نفقة، نعم، احتمل أن تجب على مالك المنفعة، على مالك المنفعة، لأنه هو اللي يشغلها، وهو اللي مثلا يأجرها، وهو اللي يعني يستلم رواتبها إذا كان له رواتب، فالنفقة عليه. نعم. لأنه يملك نفعها على التعبيد. نعم. فكانت النفقة عليه كالزوج، كالزوج. الزوج إذا تزوج امرأة وجب عليه أن ينفق عليها حتى آخر لحظة، يعني حتى إما يكون طلاق أو خلع أو كذا أو موت، وإلا نفقة الزوج على زوجته. ونعرف أن نفقة الزوجة على زوجها، ونعرف أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأبوين والأولاد. يعني إنسان عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب، والنفقة لا تكفي، نقول ابدأ بنفسك ثم بالزوجة. لماذا؟ لأن النفقة على الأولاد من باب العطف والإحسان، والنفقة على الأبوين من باب البر وطلب الأجر، والنفقة على الزوجة من باب المقابلة، من باب المعاوضة، لأنه لو لم ينفق عليها راحت إلى أهله وتركته، فهي مقدمة على الجميع. نعم. فكانت النفقة عليه كالزوج، واحتمل أن تجب على صاحب الرقبة لأنه مالكها، لأنه مالك رقبتها، فوجب عليه نفقتها كما لو كانت زمنة، كما لو كانت زمينة. شيخ عثمان، ايش معنى زمينة يا بني؟ شو يقول شيخ؟ يعني مريض. كما لو كانت زمينة يعني مريضة، ما تقدر تشتغل، حالتها تعبانة وجسمها ضعيف، ما يعني هي ما في شيء يعني تشكو أو كذا، لكن زمينة يعني جسمها ضعيف وما تحمل، فمن ينفق عليها؟ نقول لازم ينفق عليها من له منفعتها، وإذا كانت تشتغل هي تنفق على نفسها، وإذا كانت ما كفت، إذا كانت مثلا تحتاج إلى 100 ريال في الشهر، نقول دبري 50 والخمسين الثانية من بيت المال، يعني يساعد بيت المال في الإنفاق عليها. أحسنت يا شيخ عثمان. كما لو كانت زمنة، واحتمل أن تجب في كسبها لأنه تعذر إيجابها، أن تجب في كسبها. وش معنى هذه شيخ علي؟ أن تجب في كسبها شيخ علي، وش معناها يا بني؟ في كسبها يعني في راتبها اللي تحصل، يعني هي تشتغل عند هذا ب500 ريال، عند هذا ب100 ريال، فالنفقة تجب في ما حصلت عليه من مبالغ في كسبها الذي حصلت عليه.
وإلا إذا ما كان هناك كسب فنقول لو بعض الكسب وبعضها من بيت المال. نعم. واحتمل أن تجب في كسبها لأنه تعذر إيجابها على كل واحد منهما، فلم يبقى إلا إيجابها في كسبها. فإن لم يفي كسبها ففي بيت المال. نعم. فإن اعتقها صاحب الرقبة، اعتقها قال أنت حرة. نعم. اعتقت لأنه مالك لرقبتها. نعم. وتبقى منافعها مستحقة لصاحب المنفعة. نعم. مستحقة لصاحب المنفعة يستوفيها في حال حريتها. وإن باعها احتمل أن يصح لأن البيع يقع على رقبتها وهو مالك لها، واحتمل أن لا يصح لأن ما لا نفع له لا يصح بيعه. نعم. كالحشرات. ويحتمل أن يصح بيعها لمالك منفعها دون غيره، لأنه يجتمع له رقبتها ونفعها بخلاف غيره. فإن وطأها أحد الوصيين، واحد موصل أوصي له بالرقبة وواحد أوصى له بالمنفعة، فأحدهم قام بوطئها. نعم. فإن وطئها أحد الوصيين فمن حكمنا له بالمهر لا مهر عليه، ومن لم يحكم له بالمهر فهو عليه لصاحبه ولا حد عليه، لأن له شبهة، وهذه الشبهة يدرع بها الحد. نعم. ومن أوصى له بشيء فتلف بعضه أو فتلف بعضه أو هلك فله ما بقي إن حمله الثلث، وإن وصى له بثلث ثلاثة أدر، أدر يعني ثلاث بيوت، فهلك اثنان فليس له إلا ثلث الباقية، لأنه لم يوصى له منها إلا بثلثها. وإن أوصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه، فجميع الثلث الباقي للموصى له إذا حمله ثلث المال، لأنه قد أوصي له بجميعه. وإن أوصى بعتق مكاتبه. لعلنا أيها الأحباب نكتفي لوجود بعض الأسئلة ونقرأها، ونكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فدرسنا في فقه المواريث وقسمة التركات، ونقرأ الآن الأسئلة. يقول أخ كريم: رجل يشارك آخر في تجارة من شعبان الماضي وقبض الأموال شعبان أو في شعبان، فهل يزكي هذا المال عند القبض أو ينتظر حتى يحول عليه الحول؟ نقول إذا كان المال أصله مال له فهو يزكيه من حين أن يبلغ الحول، يعني كان في رجب في شعبان في رمضان. أما إذا طرأ جاء المال ومنح إياه كأن يكون ورثه في شعبان، يعني مات والده، مات أخوه، ماتت أمه، فحصل على مال وحصل على هذا المال في شعبان، فتبدأ حوله في شعبان، وهكذا كل بحسبه. يقول: هنا رجل يصلي بجماعة إماما لهم في صلاتهم، وأثناء الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء، يخبر الجماعة ويذهب ويتوضأ ويصلون من جديد، لأنه ذكر أثناء الصلاة فتعتبر الصلاة بطلت وهم يتبعونه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويصلون من جديد. يقول هنا: هل يسن لغير المعتمر أن يصلي ركعتين خلف المقام؟ نقول: إذا طاف الإنسان معتمرا أو من أهل مكة فمن السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام، حاجا أو معتمرا أو مقيما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء
من ليل أو نهار. يعني أنا جالس هنا بعد صلاة الفجر أقرأ في كتاب الله، أردت أقوم أصلي ركعتين نقول لا، الوقت هذا حتى تطلع الشمس. إنسان بعد صلاة العصر جالس في أي مكان في الحرم وأراد يصلي ركعتين نقول لا حتى تغرب الشمس. لكن إنسان يطوف متى ما انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام أو في أي مكان في الحرم أو في بيته، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في أي وقت. يقول السائل الكريم، يقول مات ابني، نقول رحمه الله وأعظم لك الأجر والمثوبة، وترك مالا مبلغا من المال، هل يجوز أن أزوج بهذا المال أخيه؟ نقول ابنك ترك مالا وقدم إلى رحمة الله، فالمال الذي تركه ابنك إذا كان قد متزوج وعنده أولاد فأنت لك السدس إذا كان له أولاد، وإذا كان له زوجة فالزوجة لها الربع، وإذا كان له أم فالأم لها السدس أو الثلث إذا ما في جمع من الإخوة. أما إذا كنت أنت الذي ورثته وحدك فجميع ما تركه الابن لك وأنت وارثه الوحيد، وأصبح المال لك، لك أن تتصدق منه، ولك أن يعني تعطي الأقارب والمحتاجين، ولك أن تزوج من شئت من أبنائك. لكن إذا كان قد بلغ السن البلوغ بلغ ولم يؤدي فريضة الإسلام فيجب أداء المال، أداء الحج مما ترك من مال، لأن الحج أصبح واجبا عليه وركنا من أركان الإسلام. وأما إذا كان قد حج فالمال أصبح لك تتصرف فيه، تزوج إخوته، تفعل فيه ما شئت. وإذا كان له أولاد فلهم نصيبهم، وإذا كان له أم فلها نصيبها، وإذا كان له زوجة فلها نصيبها، وهكذا. يقول السائل الكريم، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدتي المتوفية مع العلم أني قد أمرت عنها قبل ذلك؟ نقول هذا من العمل الصالح، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، وهذا من الأمر المرغوب إذا أديت عن أمك أو عن أبيك أو عنهما جميعا، لكن لا يشتركان في عمرة واحدة، وإنما عمرة عن الأب وعمرة عن الأم. يقول السائل الكريم، في أي سورة كانت آية الرجم؟ نقول نسخت تلاوتها، ليست في أي السور، وإنما نصها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن القرآن من نسخ آيات نسخ حكمها وتلاوتها، ومنه آيات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ومنه آيات نسخ تلاوتها وبقي حكمها كآية الرجم. يقول السائل الكريم، ما حكم من كتب جميع ما يملك لأحد أبنائه، بيع وشراء شكلي لا حقيقة، لحرمان باقي الورثة؟ نقول هذا لا يجوز، وهو مسؤول أمام الله عز وجل، فيجب أن يسوي بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض. وقلنا في درسنا في الفرائض، ما نقول هذا ابن بار نزيده، وهذا ابن عاق ننقصه، أو هذه زوجة ناشز نحرمها، وهذه زوجة مطيعة نعطيها، لا. أهل الميراث يعطون نصيبهم، ولا يصح للإنسان أن يفضل بعضهم على بعض، وهو مسؤول أمام الله. يقول عندي قطعة أرض أريد بيعها أو أعدتها للبيع، وحال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا، ولكن ليس عندي أموال سائلة لأخرج زكاتها، فهل أنتظر حتى أبيعها؟ لا، أدي الزكاة، وربما كان دفعك للزكاة سببا في نفوقها وارتفاع قيمتها وزيادتها، ولا تدري هل تعيش أم لا، علشان نقول انتظر إلى بيعها. وإنما إذا حال الحول تقومها، القيمة غالية أو
أو رخيصة مرتفعة أو قليلة أخرج الزكاة وأبرئ ذمتك. يقول هنا ولد الجارية هل يكون أخ لأولاد السيد وهل يرث معهم؟ نعم هو أخوهم. وجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور فسأل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فسأله عن أماراته قال أن تلد الأمة ربتها، يعني تكون البنت هي سيدة أمها، لأن تكون البنت بنت للسيد وهي مملوكة الأم، وبعد وفاته وإذا ولدت فإنها تعتق من كل ماله. يقول السائل الكريم هل تنصحون بأن يوصي الرجل بثلث ماله أو بالخمس؟ وهل يصح أن يوزع ماله في حياته على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول يعني كونوا خمس أو ربع أو سدس يعني حسب المال وحسب حاجة الأولاد. وأبو بكر رضي الله عنه قال أرضى بما رضي الله به لنفسه وأوصى بالخمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد حينما قال إن لي بنية وأريد أن أتصدق بكل أوصي بمالي أو أتصدق بكل مالي، فقال عليه الصلاة والسلام لا. قال إذن الثلثين؟ قال لا. قال إذن الشطر يعني نصف؟ لا. قال عليه الصلاة الثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام سعد أن يوصي بالثلث. وأبو بكر قلنا أوصى بالخمس، وبعض الصحابة أوصى بالسدس، فيرجع إلى المال وإلى كثرته وإلى من عند الإنسان وهكذا. أما إذا وزع الإنسان في حياته فهو يوزع توزيع حسب الحاجة، قد تكون البنت أكثر حاجة من الأولاد، قد يكون بعض الأولاد أكثر، فهذا لا يسمى ميراث وإنما يسمى هيبة أو عطية تكون حسب الحاجة، ويخبر الأولاد ليقتلع ما في نفوسهم من تفكيرات خاطئة بأن أباهم يريد أن يفضل بعضهم على بعض. يقول من كان يحمل طفلا وحصل من في الطواف وحصل من الطفل ما يحصل من غيره هل يكون الطواف صحيحا؟ نقول إذا كان أكثر من سنتين فهذا له وضع، وإذا كان أقل فهذا له وضع، ويحرص الإنسان أن يحتاط بحيث لا يكون هناك شيء يعكر إن شاء الله. يقول السائل الكريم ما الحكم في الحج أو العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة؟ نقول لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك، كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام محبة تفوق كل محبة، ويحب بعضهم بعضا، ولم ينقل أن بعضهم حج عن بعض أو أنه اعتمر عنه إلا يعني في مسائل خاصة، يكون الإنسان يحج عن والديه، يحج عن أقاربه، يحج عن من أهدى إليه معروفا وهكذا. يقول السائل الكريم يقول الطيب مثل العود والمسك على بدن المسلم أو في ثيابه هل يفطر في نهار رمضان؟ نقول لا يفطر، ونسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يتقبله منا وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويجعلنا فيه من العتقاء من النار. نكمل الأسئلة في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.